مسلخ تلو الآخر يقفل بالشمع الأحمر لعدم استيفائه الشروط الصحية. في الساعات الأخيرة وصل الدور إلى المسلخ التابع لاتحاد بلديات الفيحاء في طرابلس، حيث توجه قائد سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي العميد بسام الأيوبي ترافقه مندوبة وزارة الصحة إلى المسلخ، فتم إقفاله وتوقيف العمل فيه بناء على قرار محافظ الشمال رمزي نهرة. جنوبا لم يختلف المشهد، فبعد التقارير التي رفعتها وزارة الصحة بشأن مسلخي الغازي والبيساري تم إقفالهما نهائيا وختمهما بالشمع الأحمر. هذا في وقت جالت دوريات لقوى الأمن الداخلي برفقة مندوبين من وزارة الصحة على عدد من المؤسسات والمطاعم ومحال بيع الدجاج المخالفة، فتم إقفال مطعم بيتزا هات في صيدا وختمه بالشمع الأحمر بناء على تقرير وزارة الصحة وإشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب. كما تم تصدير محاضر ضبط بحق بعض المحال وإقفال أقسام منها.